مغامرة مش بيفوز فيها غير اللي عارف أحكامها وفاهم كويس الأصول. أصول اللعبة مع محمود عبد الشافي. نعمل فراخ، صدور فراخ تشاينيز سويت اند ساور، وتشيلي شوية فيها هوت صوص. وميزه بقى الاكله دي ان بتحطي فيها كل الخضار اللي عندك. سمعت ان دي الاكله المفضله لجاكي شان ولا ده نخع؟ لا دي الاكله المفضله ليا. برافو عليك. انا بحب دي اكله المفضله الاميتاب. وهنعمل معاها فرايد رايس، وميزه الفرايد رايس ان انت ممكن تستخدم الرز البيت، لان يوجولي الرز لما بيتسخن بيبقى وحش قوي، فالحل ده مش هتحسوا بيه. بصوا بقى، ده دقيق ونشا نفس النسبه، يعني لو هنا نص كوبايه دقيق هتبقى نفس كوبايه نشا قد بعض. النشا بيساعد ان الفراخ تاخد كوتنج وتقرمش حلو. حلو جدا. هي دي كوتنج بتضحكها. طب كوتنج انا خلاص ضحكني. حطيت فلفل اسود. فلفل اسود. هحط شويه ملح. شويه ملح. احنا كده ايه، بنتبل الدقيق نفسه عشان يدي الفراخ طعم. الدقيق والنشا. ده توم باودر. توم باودر. اوكي، هقلبهم كده تقليبا. حلو. ماشي. الحياه مغامره مش بيفوز فيها غير اللي عارف احكامها وفاهم كويس الاصول. اصول اللعبه مع محمود عبد الشافي. خد المقطعهم مربعين، هننزلهم كده. طب ما احنا بقى نسوي. يلا بينا. برافو. ونقليها. هعمل الصوص بتاع الفراخ دي، عصير البرتقال. يدي بقى ايه مزازه. انا حطيت زيت في الطاسه دي. بصوا، السويت اند ساور بياخد يوجولي فلفل الوان، بصل وبصل اخضر، كوسه، جزر، ممكن تحطي بروكلي. يعني هو بياخد الفراخ وتبتدي تاخد لون على طول. ماشي. انا جايبه طبق اهو تحت اللي هنطلعه فيها. شكرا يا استاذ. هنزل دلوقتي الفلفل الاحمر، البصل الاحمر. بص، هو متقطع مربعات، بناخد لير لير كده عشان ما يبقاش تخين. خد يا صديقي، هنحط الفلفل الالوان، اخضر واحمر واصفر. طيب ممكن نرمي دول جنب اخواتهم؟ اتفضلي. يا بس استنى عشان ما يتخلطوش. ماشي. نطلع اللي استوى اللي بقاله فتره. ماشي. اوكي. هعمل ايه بقى؟ هياخد شويه ملح. لسه سيكا. وفلفل. اوكي. ماشي. حلو. وهنديها بق عصير برتقال. اديها يا ماما. يسوي. يعمل ايه؟ يسوي الخضار. حلو. طيب. اوكي. نبتدي نعمل كده، نديها ممكن كمان بصل اخضر. شكلك هتعملي حاجه حلوه ومفاجاه يا اسماء، شكلك كده. والله هتعجبك. والله خالص. فبقيت مفكره. طيب انا هبتدي ازود حاجات الصوص. هنجيب الخضار كده شويه على جنب. اوكي، هنحط ايه ده؟ كاتشب. طيب يعني دول قد 4 معالق كبار. طب احنا ليه ما نقلبش كله على بعض؟ علشان انا بس عايزه الخضار يدبل سنه. ده في الزيت. ده هوت صوص. اوبا بقى، مش هنحط كتير قوي عشان ليه حطي كلها. يلا. لا لا، ما حطيتش كله. لا ما تخافش يا جدعان بقى، والله مش هتحس. عشان بص هنحط عسل دلوقتي. في عسل. عسل. يا عسل. مش سويت اند ساورد بالظبط كده. والله بص، شم الريحه. شم. والله كاتشب مع الخضار. اوكي، هزود بقى عصير برتقال. ماشي يا امير. ماشي يا امير. هناخد شويه خل. اوكي، عايزين الصوص ده يربط. يعني ايه يربط يا سلطان؟ يعني يمسك ويتقل. فين النشا والدقيق معانا؟ استنى كخ مامي نانسي. طيب احنا هنسيب الصوص ده يتقل. هنسيب ايه؟ ادي الصوص. هنسيب الصوص قديه على النار؟ لحد ما يبتدي يتقل ويخش في غليان، تكون الفراخ استوت، ننزلها تكمل سوا فيه. ماشي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل نشيل الفراخ لان نحط بقى في المفروض يتعمل في حله اسمها واك، بتبقى غويطه كده عشان تعرف تقلب كل مع بعض. حط زيت. حلو. اوكي، كده بنبدا بالزيت وكده. كده الرز مستوي بالظبط. هنحط بقى ايه؟ البصل الاخضر. جميل. اوكي، بس هي لسه ما سخنتش، انا هستنى عليها شويه. بس كده كده برضو انا مش عايزاه يدبل قوي. شويه كروم. مش هسال تاني. ادي كروم. السؤال مش حرم يا حبيبي. ده كرومب بتاع السلطه، مش الكرومب المحشي. طيب حلو. هنحط شويه ملح برضو. هكمل بقيه الحاجه. انا حطيت كده البصل الاخضر والثوم والكروم ومعاهم زيت وملح وفلفل. ده كوسه وجزر. طيب متقطعين برضو شويه. لا، اكله هيلثي يا جماعه. والله فيها كل الخضار. انا هسيب دول يدبلوا. وبعدين هحط الرز والصويا صوص والكورن وبيض. بنعمل جنب كده، بنحط بيضه ونقلبها كده تقليبه. امال السمسم ده هنحطه امتى؟ على الفراخ. على الفراخ في الاخر. تحبي السمسم؟ انا حابه السمسم. بصوا بقى، انا هعمل مكرونه او رز اللي انتوا عاوزين. انا زودت شويه زيت وجبت الرز على جنب. هاخد بقى البيضه هنا.
ماشي. وقلبها كده ايه تبقى ايه؟ الدنتي. يا واد انت. الله عليك يا برنس. بصي. من عشر القوم. حبيبي. تقلب مع البيت. حلو بقى مع الايه؟ لل للكمبوت. نزلي الفراخ في الصوص اللي احنا حمرناه. قوي قوي. اوكي؟ بس دول عشان ما يضايقوكيش. اسكوزي ما. هحط بقى شويه صويا صوص، مش هحط كتير لان الصويا حادقه، فنحط وندوق علشان الملح. حلو. في صويا تقيله تبقى دارك وفي لايت، انا بحب اللايت. ايوه خفيفه. بص يعني الجمال، بص الجمال. بص والله خطير. نقتصد. بصي بقى بعد ما تقلبيها وتشرب الصوص، حطي بقى شويه من الاناناس ولما نطلعها هنحط. مش كله عشان فيه، عشان هنقلق فيه. حطي شويه من الاناناس وبعدين هنرش السمسم على الوش. اوكي. برافو. قلبي. انت دقته؟ اه. في يعني اثناء الغناء. استهبال يا معلم، عامله حاجه استهبال. لا حلو شايفها بجد. تشيكن سويت اند ساور ورز ويا لهوي. يا لهوي يا جماعه.